يد غضة تفرك الغيم، قط يطير برجلين، بحر على تلة يجلس القرفصاء. الشاعرة العمانية عائشة السيفي الفائزة بلقب أمير الشعراء، كيف تشوف؟ هل تستحق عائشة هذا الفوز؟ والله أنا ما تابعتها والله. تريدوا لي هذا قصيدة ذي؟ هذا مقطع من قصيدة. من قصيدة هوجمت كثير. مين اللي يقول إنها قصيدة؟ هي قصيدة كاملة كتبتها عائشة وفازت في هذه القصيدة. لا يمكنك يمكنكم لقيتوا مقطع ده. لا هذه ما هي هذه ما هي قصيدة. ما تشوف إنه هذا؟ لا ما أدري، يمكن ما، لا أكيد لا، هي شاعرة بس الكلام اللي سمعته مو الكلام. كيف تقيم الكلام؟ ما أعرف، اللي سمعته هذا كلام مش شعر. لماذا؟ ما أدري اللي سمعته، بس اللي سمعته أنا ما أدري. هي شعرة جميلة. نعم.